السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم راشد ريزار المعروف بعمي واح. المهم نتمنى تكون فطور شهي، تفطروا مزيان وتعشوا مزيان وتصليوا ان شاء الله، تسيروا تصليوا التراويح. بغيت لي نسمع كاع الفيديو هذا ياخذ واحد النقطه بالنسبه للتعليق اللي كتجيني بزاف، هو انني كندير رياكسيون على حلقات الرمضاني اللي كدوز في اما القناه الاولى اما القناه الثانيه. كندير رياكسيون لحقاش ما عنديش حقوق، انتم عارفين المغرب كيفاش دايرين في حقوق الطبع والنشر. درت نحاول ما امكن ندير في جهدي باش كلكم تفرجوا في حلقات اللي ما كدوش، اي واحد ما كيديرهاش. كتلقاو اما القنوات كتلوحها ولا ما كتلوحهاش كاع، ما كتسوقش للشعب. وانا معكم وكنحاول ما امكن ندوز لكم حلقات. الناس اللي كيديروا اللي دير صوره كبيره راه ما يمكنش، وراه ما كرهتش ندير لكم صوره كبيره وكندير رياكسيون، ونتمنىكم تقبلوا هذه. رانا ما هذا هو وجهي، هذا هو وجهي وكنديروا عليكم، وكنديروا كاع على الناس اللي كيبغيوني وكنبغيهم، والناس اللي ما تيبغيونيش حتى هما كندير عليهم مجهود كبير باش يوليو يبغيوني. عمي محرى كيجتهد وتحاول ما امكن ينجح ما بين العمل ديالو اليومي والعمل. المهم الاخوان كما قلت لكم نولي نخدم على المحتوى ديالي انا، وراكم عارفين رمضان والصيام، وباش توفق ما بين العمل ديالك اليومي والعمل ديال اليوتيوب راه صعيب بزاف. وهذا ما كان، نتمنىكم تسمعوا هذا الميساج وهالشي اللي كاين. وتحيه لكم وعمكم محرك، يبغيكم واحد واحد.